لا زالت إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو يمارسون سياسة عرقلة أي فرصة لمباحثات قد تقود لإقرار الحق الفلسطيني. تل أبيب استبقت المحاولة الجديدة التي تسعى إدارة ترامب لخوضها لإحياء عملية السلام بوضع لغم جديد متذرعين بفزاعة الإرهاب التي يتحدث العالم بشأنها، خالطا في أحيان كثيرة بينه وبين مفاهيم أخرى أهمها المقاومة المشروعة. ماذا يريد نتنياهو من خلال إثارة الحديث عن إعانات السلطة الفلسطينية في أهالي المعتقلين الفلسطينيين؟ في مارس الفائت سلط موقع إسرائيل اليوم الضوء على نوايا ترامب حول التوصل لحل المشكلة الفلسطينية في الفترة الأخيرة. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أوضحت أن ترامب أثار قضية الإعانات خلال اجتماعه مع رئيس الفلسطيني في البيت الأبيض، وأشارت الصحيفة إلى تضخم الانتقادات الإسرائيلية للإعانات الشهرية في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن تل أبيب تستخدم تلك القضية كاختبار لقدرة الفلسطينيين على تقديم تنازلات تراها إسرائيل ضرورية لخوض محادثات.